انا موجود هشام حسن هشام حسن زميرة الفطيس الله يحرق روحه. انا مبسوط اليوم كثير ما بعطي فرحتي لحدا وانا بحن الشعب المحرر كلياته في هذا العيد وبهذا النصر والحمد لله على كل حال. ان شاء الله عبال هلاك بشار واعوانه وايران ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله خلصنا من بشار الاسد ومن تياهه. الله خلصنا من ان شاء الله يا رب على حبال بشار الاسد. الله رجعنا على فلوسنا وعلى تراكم وعلى بعثنا على كل سوريا يا اله يا رب. الناس القريب ان شاء الله الناس القريب. الله خلصنا من اله يا رب. الله خلصنا منهم. اليوم انا نازلي انا وجوزي وفرحانين بمقتل حسن نصر الله يلي قتل اولادنا بسجون الطاغي بشار الاسد. نحن اولادنا معتقلين من 13 سنه ما بنعرفهم احياء او اموات ونحن اولادنا من ارقام. حسن نصر الله استعان فيه بشار الاسد ليقتل اولادنا ونحن الاسلام والسني بكل انحاء العالم منصورين ونحن مع الشعب بغزه عم ندعي لهم ليل نهار وان شاء الله بدنا نكمل مسيرتنا ونساعدهم لننتصر على الصهاينه يلي بوقفوا كمان جنب بشار. عبال بشار يا رب عبال الفرحة هاي الله يخلصكم منه.